السلام عليكم، مساء الخير لكم كاملين الاصدقاء متابعين المشاهدين ديال القناه 3. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه في عدد جديد، حلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانتي بلس نهار الجمعه باغي 20 سيركت سنانا مع الكانتي بلس ديالنا. قبل ما نمشي كامل كنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله. اذا نهار الجمعه غادي نمشيو لبروغرام ديال باغي 25 اللي غادي يجرى في الكات بلس ديالنا. كيف ما كتشوفوا رينو اون كاتخيام كورس ديال البروغرام، ديبار غادي يكون مع 7:15 كانت نيفو جروب 1 اللي غادي يكونوا فيه دي شامبيون اللي عندهم 5 سنين في مال امال شامبيون اوروبيان ديال هاد لا جينيراسيون ديال 5 سنين. ديبار غادي يكون اليد الوتو ستار، مادام اننا غادي نجرو في 2100 متر في لا غران بيس ديال 25. دونك هذا هو الديبريف وهذا هو الديكور ديال كانتي بلس ديالنا اللي غادي ندوزو بطبيعة الحال نديرو ليه تحليل ونشوفو لي شونس ديال هاد 17 ديال لي بارطون اللي معنا في الديبار. اذا غادي نبداو هاد الاناليز مع اول بارطون معنا في الديبار فورس بلود، هاد المال ديال 5 سنين، اول بارطون ديال لونترينمون جون ميشيل بازيغ اللي عنده 4 ديال لي بارطون غدا في الكانتي. هاد العاود جينا من الدنمارك، شفناه في الدنمارك ربح لنا جروب 2، دونك غدا غادي يدير بداية ديالو في هاد الباركور ديال 2100 في لا غون بيس ديال 25. واش عنده لا كاليتي، واش عنده النيفو ديال لي جروب 1 الفرنسيه مع الرقم 1 اللي غادي يكون وراء لي زيل ديال لا فوتور، فحتى هو كنظن انه غادي يكون معلمات الاستفهام. داكشي علاش عطيتو دوزيام شونس الرقم 1 فيرست بلو دوزيام شونس. اذا غادي ندوزو للرقم 2 كاليسمارت في ميلا ديال 5 سنين، اول في ميلا معنا في الديبار ديال هاد الكانتي، 6 ديال في ميلا اونجاجين في هاد الكانتي. هذا في ميلا اللي جاي هنا من السويد وغادي دير البدايه ديالها غدا فرنسا، وغادي دير البدايه ديالها في لا غون بيس ديال 25، وغادي تواجه يعني لي مال غالبا كنشوفوها كتجري غير في دي كورس مع لي في ميلا. هاد لا في ميلا هادي شفناها في 17/8 دارت ان كورس مزيانه في سولفالا في السويد، ودات لنا لا ريديكسيون ديال 1/10 في مسافه ديال 2140. دونك 1/10 الى دارتها في فرنسا فلوجيك غادي تكون مع الخمسه الاولين، ولكن كنا كنعرفوا لا غون بيس ديال 25 كنعرفوا المونتي، الى تادابتات مع هادشي كامل ف بروميير شونس. سينو غدا غادي نعطيها دوزيام شونس ونبغي نشوفها يعني كيفاش غادي تجري في لا غون بيس ديال 25 مع لي مال. رقم 3 سحارة جي بغيون مال ديال 5 سنين واول بارطون ديال لونترينمون فيليب الير اللي عنده غدا جوج ديال لي بارطون في الكانتي بطبيعه الحال مع الشامبيون اونيك اللي غادي نتكلم عليه من بعد. دونك هاد العوده دات جينا من لا فيلوند ولد الشامبيون الريديكاش، هاد العوده دات شفناه دار لنا لافوت مؤخرا مادام ان الديبار كان فولتي. كنعرفوا لان الغالبيه ديال هاد الخيل هادو كيكونوا مولفين ديبار بلوتو ستار، فغدا غادي يكون ديبار اليد الوتو ستار اللي ممكن غادي يعاونو ديبار فولتي. كنعرفو ماشي هي السبور ديال هاد الاجانب هادو، فهداك الشيء علاش غادي نعطيه دوزيام شونس ونتسناها نشوفو كيفاش غادي يجرب الديبار مع الاوتو ستار اللي ما غاديش يكون عنده عذر الا ما دارش لا كورس ديالو مع الاوتو ستار. رقم 4 اوكير باغي، هاد المال ديال 5 سنين ومره اخرى لونترينمون ديال جون ميشيل بازير، دونك هاد لو شامبيون اللي شفناه مالوغوزمون يعني دار لا فوت في الديبار ديال البري الكريتيريوم دي سان كون في لا كورس اللي كانت في 18 تسعود. يعني في هاد لي كورس هادو كتخلص كاش يعني ملي كدير فور ديبار صعيب عليك انك ترجع في لا كورس. مردو البال عاود اللي عنده لا كاليتي عاود اللي مشى ملعوب كيف ما قلت لكم في الكريتيريوم، وكانت عنده الثقه ديال لي باغايور اللي عطاوه 7 كونتر 1 هذاك النهار بيا بلاصه بالرقم 4. سبق ليه دار لنا في هاد الباركور ريديكسيون كيلومتريك ديال 1/10، فلوجيك بروميير شونس هذا الرقم 4 اوكي باغي، وغادي يكون اول بروميير شونس ليه في لا سيليكسيون ديالي. رقم 5 بلاك فلاش باغ في ميلا ديال 5 سنين في ميلا اللي جينا من طاليان، عندها لا كاليتي شفنا العام اللي فات في هاد المسافات القصيره وفي هاد الباركور ديال 2100 ديال لا غون بيس ديال 25 دارت لنا لا ريديكسيون ديال 1/10، فكنظن على انها بيان بلاسي عندها لا كاليتي. احسن شونس بالنسبه للايطاليين غدا هي هذا الرقم 5، غادي نعطيها بروميير شونس كيف ما كتشوفوا في لا سيليكسيون ديالي. رقم 6 شوغي، هاد المال ديال 5 سنين، هاد المال هذا اللي جينا من السويد ولد لو شامبيون ميسكل هيل، هاد الشامبيون الامريكي اللي عنده بزاف تاع لا فيتاس، فتا هو غادي يكون عنده بطبيعه الحال عنده مع لا فيتاس. الاشكال هو انه غادي يكتشف وغادي يدير البدايه ديالو غدا في لي زيبودروم ولا في يعني في البودروم ديال باري 25. دونك الا داز كلشي مزيان ردوا البال عاود لي بيان بلاسي عاود لي كيما قلت لكم لوريجين ديال ميسكل هيل
اللي عنده بزاف ديال السبيد وبزاف تاع السرعه في الاوريجين ديالو بطبيعه الحال. الرقم 6 كيبقى هو الغوغري ديالي في لاكورس ديال غدا، عطيتو دوزيام شونس. رقم 7 اوناس برانس، هذا المال ديال 7 سنين، المال اللي جينا من السويد، كيتعتبر باغمي لي ميور اللي كاينين في لا جينيراسيون ديال 5 سنين في السويد. مي كيبقى السؤال هو البداية ديالو تا هو غدا في فرنسا، يعني عنده الرقم 7 في الاكستيريور. شويه ديال هاد العلامات استفهام خلاتني نعطيه ان دوزيام شونس. مي ردوا البال، عاود لك كما قلت لكم، كتعتبر من لي ميور ديال لا جينيراسيون ديالو ديال 5 سنين في السويد. دونك دوزيام شونس حطيته في الخانة ديال اون كادو نو باغدون. اذا وصلنا للرقم 8 يوسار دي لوندري، هذا المال ديال 5 سنين، مال اللي يعني ما فاجئنيش انا من الربح التخي ديال الكريتيريوم دو سان، كل انه كان في لا سيليكسيون ديالي وربح تقريبا 60 كونتر 1، وكنت يعني متوقع انه غادي يسالي في لاريفي داك النهار باش يربح، كان عندي شويه فيها الشك، مي ربح تقريبا بواحد 60 كونتر 1. عاود لي كنعرفوا لا كاليتي ديالو، عاود لي من اللي كيكون متفيري صراحة ف كيكون عاود لي صعيب، وعاود لي كتكون عنده ان شونس كبيرة. غدا غادي يجري فيري، عنده لويت كيبان من يعني من لونترينور ديالو انه ما بيزاش هاد لاكورس هادي، ولكن على حساب لا كاليتي ديالو وغالبا كيجري مزيان في هاد المسافات القصيرة. عطيته دوزيام شونس على قبل انه فيري، كنظن على انه كون كان بيان بلاسي في يعني في شي رقم في لا بروميير لين كان لونتوراج ديالو ميم كان ممكن يدافع فيها دوزيام شونس. اذا وصلنا لو شامبيون اونيك، هاد المال ديال 5 سنين، المال اللي بارمي لي مليونير اللي دخل يعني النادي لي مليونير، مادام انه تقريبا مديباسي المليون اورو في لا كونت بونكير ديالو. عاود لي عنده لا كاليتي، شفناه خد 5 في البري داميريك مؤخرا، سالا في لاريفي ديال الكريتيريوم ديال 5 سنين. عاود لي كتعتبر من احسن الخيل اللي كاين في لا جينيراسيون ديال لي اش بطبيعه الحال، اللي كنقولوا اش يعني 5 سنين. فعاود لي عنده 100% دغيا وسط في الباركور هذا، 5 ديال لي كورس، 5 ديال المرات سالا في لاريفي. غدا عنده لو ناف مع لي زيترونجي، ما غاداش تكون اون كورس سهله، لانه عنده احتمال واحد، سواء انه يدير ديبار يعني بسرعه ويشد بلاصه مع الاولين. سا دي بوان، الا دار هاد التاكتيك هذا، واش غادي يضيع بزاف ديال الطاقه وبزاف تاع الانرجي في الديبار وممكن يحتاجها في الاخر ديال الباركور. الا ما كانوش لي زيترونجي غادي ديماريو بزاف، وهذا ما كنظنش ان هذا السيناريو غادي يكون، فكنظن انه ممكن يربح. فكنظن ان لي زيترونجي غادي يدير ديبار كبير، وممكن اننا نمشيو بسرعه يعني في الكيلومتر الاول. هذاك الشيء علاش عطيتو اون بروميير شونس، ولكن ما عطيتوش الرباح في لا سيليكسيون ديالي. اذا غادي ندوزو لا دوزيام لين، وغادي نبداو مع الرقم 10 ماريون فوتي بون، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، فيميل اللي جايه من السويد، فيميل اللي ريغولير و تايكد تقريبا كاع لي كورس ديالها. كانت مريضه، كان عندها واحد المشاكل في لا غورج ديالها، كنظن انها تغلبات عليها، غادي تكتشف غدا فرنسا وغادي تكتشف لي زيبودروم تاع فرنسا، منهم لا كومبيس ديال فانسين. عند الرقم 10 غادي تكون في لا دوزيام لين، الرقم 1 فيرست بلوند غادي يكون هو اللي قدامها. دونك سا ديبون كيفاش غادي، واش غيديماري الواحد ولا ما غيديماريش. هاد الاسئله كامله خلاتني عطيتها دوزيام شونس. اذا وصلنا للرقم 11 هابي فالي، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، فيميل دلا كاليتي، فيميل اللي تا هي شفناها في الكريتيريوم ديال 5 سنين في 18 تسعود، خدات لنا ان ثوازيام بلاس. غدا غادي تكتشف في 2100، غادي تكتشف في الديبار على لوتو ستار. ما عرفتش يعني واش ممكن انا اتادابت مع هاد يعني مع الاوتوستار ومع المسافات القصيره غدا. وكيف ما قلت لكم، كورس اللي فات ديزيترونجي ممكن يصعبوا عليها لا كورس، لانها غالبا غدا تسنى في الباركور وتجي دير الفينيش ديالها. فغامرت مع هاد لا فاميلي هادي وعطيتها دوزيام شونس. رقم 12 الياد دي غوتي، هاد لا فاميلي ديال 5 سنين، ولونترينمون ديال تيغ دي فال ديستان. دونك هاد لا فاميلي هادي اللي تاهي غادي دير امتي تغونتخي، يعني من شهر 8 ما جراتش، من اخر كورسه كانت في سولفالا في السويد. مردو البال، سبق لها دات لينا 1-11 في هذا الباركور هذا، غادي تكون في لا دوزيام لين. جابي جي لوغماني كنعرفو لانه حتى هو يا كي تريزيرفا في هاد لي كورس هادو، يعني كيكون يعني من لي درايفر المطلوبين في هاد لي كورس هادو. عطيتو دوزيام شونس، مي كلشي ممكن ذا مع هاد الرقم 12 اللي غادي نعطيها ان دوزيام شونس. اذا وصلنا للرقم 13 ايغو دارميس، هاد المعالج ديال 5 سنين، ولا دغيم ديال جون ميشيل بازيغ.
جون ميشيل بازغ اللي صراحة مع هذه العودة ده في الكريتيريوم ديال 5 سنين شفناه دار يعني تقريبا ان كورس تاكتيك، وشفناه ما دار حتى شي حاجة في لا كورس، ولكن ان فوا جينا لا لندار في العودة يعني تاكسبلوزا ودار لا فوت يعني في الوقت البلاصة اللي ما خصكش دير فيها لا فوت دار فيها لا فوت. وكيفكرني يعني هاد الكلام ديالي بغابة من الأرجول، يعني صديق ديالنا سي ياسين غابة من الأرجول، يعني كان بإمكان هاد إغمس إيغو دارمس أنه يدير إن فينيش مزيان، مي دار الخطأ في البلاصة اللي ما خصهاش يدار فيها لا فوت. فكان صعيب أنك ترجع العود في هذاك الوقت، لأن السرعة اللي كيكون غادي بها كتكون صعيبة. المهم عود اللي غادي يستافد من لادغيف ديال جون ميشيل بازيغ، ديما كنقول لان هذا عاود عنده لا كاليتي، جايب شويه عليه جون ميشيل بازيغ، ما بغاش يحرق يعني يحرق معاه لي زيتاب، جاي معاه شويه بشويه غادي نعطيه بروميير شونس. رقم 14 اندي بوربون، هاد المال ديال 5 سنين لونترينمون ديال سيباستيان غاراتو، هاد العوده ده اللي عنده 100% د ريوسيت في الباركور هذا، 3 ديال لي كورس 3 ديال المرات سهله في لاريفي. مي غدا كيف ما قلت لكم جروب 1 لا كريم دو لا كريم، يعني كيجريو لي شامبيون غدا، واش عنده النيفو ديال هاد لا كاليتي هادي ولا لا. في لا دوزيام لين سبق ليه دار لينا 1-10 في هاد الباركور هذا، كيف ما قلت لكم يعني التاكتيك ديال لا كورس غدا هو اللي غادي يكون المفتاح ديال لاريبي، لانه لا لي زيترونجي ما صعبوش لا كورس، فممكن نشوفوا لا دوزيام لين كلهم يرجعوا. الا كانت ان كورس تاكتيك وهزينا فرانا ما في لا بروميير لين، فغادي يكون صعيب ان لا دوزيام لين انهم يرجعوا، دونك دوزيام شونس. اذا وصلنا للرقم 15 اوكايدو جيل، هذا المال ديال 5 سنين، مال اللي شفنا شحال من مره كياخد دي بلاصه دي جروب 1، دونك عاود لي عنده لا كاليتي مع دافيد توما، كيبان لي كل شيء ممكن مع هذا العود هذا، عاود لي كنظن انه على حسب التاكتيك ديال لا كورس اللي تخيلته انه ممكن يوقع ان لي زيترونجي ديماريو في لا كورس وانهم يصعبوا شويه لا كورس على اونيك الرقم 9، فلا دوزيام لين ممكن انهم يرجعوا، وكيبان لي ان لا دوزيام لين لي دو ميور شونس اللي كيبانوا لي ممكن يستافدوا من هذا السيناريو هذا هو اوكيدو جيل، لانه اتونتيست والرقم 17 اي بوب فوق اللي نتكلم عليهم بعد، هذوك جوج ممكن يستافدوا الا كان السيناريو ديال لا كورس، يعني كيف ما كنقول لكم دابا الا كان شي سيناريو واحد اخر فممكن هاد العود هادو ما يجيوش بطبيعه الحال. دونك غادي نطوطي كود بوكر ونحطه في لاتيت ديال السيليكسيون ديالي اوكيدو جيل رقم 15. رقم 16 اواغا، فميلا ديال 5 سنين ولونترينمون ديال جون ميشيل بازيغ، فيري من شهر 5 شهر 9 المجرات دوزيام لين، فهادشي كامل غادي يخلينا نحطها اكوتي وما نلعبهاش غدا في الكانتي. رقم 17 غادي يكون اخر بارتو معنا في الديبار ديال هاد الكانتي هذا ايب اوب فور، دونك هاد شامبيون ديال لا فامي بيجون، كنا كنتسناو منه بزاف تا هو في الكريتيريوم، ولكن كيف ما كنقول لكم ديما كتخلص كاش ملي كدير ديبار يعني ولا كتضيع الديبار ديالك، فصعيب انك ترجع في دي كورس مع دي شامبيون وخصوصا الكريتيريوم، يعني ضيع كاع لا شونس ديالو كانت في الديبار هاد العود هذا. ميردو بالعود اللي عنده لا كاليتي، كيف ما قلت لكم السيناريو المحتمل اللي كنظن ان لي زيترونجي غادي ديماريو في لا كورس وغادي يجروا معاهم الرقم 9 اونيك اللي هو مفروض عليه يدير شويه ليفور باش يكون معاهم في يعني في المجموعه ولا في الكوكبه، ممكن ان هاد لي زيترونجي يعني غادي يعطيو اللي في جهدهم في واحد الكيلومتر كيلومتر و500، يعني هذا هو جهدهم كنظن، من بعد ممكن نشوفوا هذا الخيل اللي ما غادي يديروا حتى شي حاجه، غادي يكونوا في لا دوزيام لين، منهم اوكيدو جيل منهم ايبوب اوفا، انهم يستافدوا من هذا الريتم هذا ويرجعوا ويستافدوا من ان اونيك غادي يكون ضيع شويه ديال الطاقه، وانه غادي دوموندي باش يسوفلي شويه في لونتخي ديال لين دغوات، وهما غادي يكونوا باقي شويه خلاو شويه ديال الكيروزين ويجيو يديروا الفينيش ديالهم. فهذا كيبقى التصور ديالي لا كورس ديال غدا، ممكن يكون سيناريو واحد اخر وممكن نشوفوا هاد الخيل اللي يديروا لا فوت يعني في الديبار، كلشي ممكن. عطيتو بروميير شونس اي بوب فور رقم 17 وحطيته في لا سيليكسيون ديالي في الدوزيام بلاس. اذا اصدقاء متابعين المشاهدين ديالي على قناه اليوتيوب، دونك لا سيليكسيون ديالي بالنسبه للكانتي كيف ما كتشوفوها هي هادي، درت واحد التصور ديالي لا كورس، عطيت لا سيليكسيون ديالي، كنتمنى ان هادشي يفيدكم، وكنتمنى جميع بون شونس وبون كانتي، ونتلاقاو في اناليز واحده اخرى نهار السبت، كنظن غادي نكونو في ليبودروم ديال اوتوي مع التنقاز ومع لي زوبستاكل ديال ليبودروم ديال اوتوي. كان معكم عصام، تصبحوا على خير، باي باي.